السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم من جديد مع تكتيكات لعبة المدرب الافضل النهاردة بإذن الله. معانا تكتيك مرعب جدا 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 للناس عشاق خطة 4-3-3، للناس عشاق الهجوم، للناس اللي هي بتعشق ان هي تفوز بسكورات بأرقام كبيرة، الناس اللي بتحب يعني بتعشق ان هي تكسب ماتشات كتير، الناس اللي بتحب رونالدو، بتحب مبابي، بتحب هالاند، الناس اللي بتحب الناس دي كلها. النهاردة بإذن الله جبنا لكم تكتيك مرعب جدا في خطة فيها امبابي وفلاهوفيتش وهالاند وكريستيانو رونالدو وليفاندوسكي كلهم في خط الهجوم. هنتكلم النهاردة عن كل الخطط وعن التكتيك العام لكل الخطط دي، التكتيك المرعب جدا اللي انت ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو ده. فيعني انا مش متطلع غير ان انت تخبط اللايك العنيف عشان توصل الفيديو ده لكل الناس، وتشترك لو انت اول مرة تتفرج علينا عشان يوصلك جديد اول باول بإذن الله. ويلا بينا نبدأ في الفيديو مع بعض. ورجعنا لكم من تاني يا ابطال من داخل الخطه زي ما انتم شايفين مع خطه 4-2-4. تقول لي ايه ده يا عم؟ طب انت قلت تكتيك قوي بتاع الخطه دي. هقول لك بص، هو الخطه مش هدفع حاجه، انا مش جايب الخطه دي عشان هدف معين، ولكن عشان بس اوريك خط الهجوم المرعب جدا اللي موجود معايا في الفريق ده، وهو المكون من على الشمال كريستيانو رونالدو، وجنبه على طول كيليان امبابي، جنبه على طول فلاهوفيتش، جنبه على طول ليفاندوسكي. هتقول لي طب معاك الاربعه دول، طب مين على الدكه بره؟ هقول لك اتفرج كده وشوف مين في التدريبات. العم هالاند ايرلينج هالاند معايا في التدريبات، لو كان موجود كنت نزلته وهاجمت بخمسه كمان عشان اوري لكم خط الهجوم المرعب ده. فيعني قلت استعرضه لكم في اول اللقاء. وعلى فكره لو عايزين نعمل لكم فيديو عن ازاي انك تطور فريقك بشكل كويس شبه الفيديو اللي عملناه بتاع اقوى خمس نصايح، وكمان اقول لكم ان انا ازاي قدرت اجمع النجوم دي كلها في فريق واحد، اكتبوا لي في التعليقات تحت ووصلوا لي الفيديو ده لعدد لايكات كتير باذن الله، وانا انزل لكم بالسلسله دي. عموما الخطه اللي هتلعب بيها ايا كانت هي ايه بقى، نرجع بقى للطبيعي بتاعنا. ايا كان الخطه اللي انت هتلعب بيها مش هنختلف، المهم ان انت تكون مواظب في فريقك، يعني منظم في فريقك، منظم في اختياراتك، وما تتفلسفش في الاماكن. زي ما انت شايف رجعنا لخطة 4-2-4 مثلا بالخطة العادية جدا اللي انا بهاجم بكريستيانو وفلاهوفيتش دي بروين وكيميتش وفودين وهويبرج وبافارد وباستوني والدر ويرر وروبرتسون ونافاس في الحراسة. ده الفريق يعني الطبيعي بتاعي اللي انا بلعب بيه. زي ما انت شايفين مفيش مشكلة ايا كانت الخطة اللي هتلعب بيها، اذا كانت دي 4-4-2 او 4-3-3 للناس ايضا عشاق خطة 4-3-3. على فكرة التكتيك ده مع 4-3-3 مرعب بشكل خرافي جدا جدا جدا، ويعني الصاعقة الاكبر ان في خطط كمان في الدفاع تقدر تلعب بيها. هتقول ايه هي؟ هقول لك عندك خطة 4-5-1 وخطة 5-4-1 حرف البي، ايضا تقدر تلعب بالتكتيك بتاع النهاردة ده لانه تكتيك مرعب جدا جدا جدا. فصدقني تكتيك انت هتتكيف منه بشكل كبير جدا جدا، ويعني هتستمتع بالاداء حتى بتاع التكتيك ده في الماتشات المهمه بتاعتك. فقبل ما نروح للتكتيك بجد والله انا زعلان منك لو ما عملتش لايك لحد دلوقتي وما اشتركتش لو انت اول مره تتفرج علينا، عشان احنا هنعجبك بتكتيكاتنا، هنعجبك بدورياتنا، بخططنا المستقبليه باذن الله للقناه. فتابعنا واشترك لو انت اول مره تتفرج علينا، وبينا نروح نشوف التكتيك المرعب ده بيتكون ازاي مع بعض. ورجعنا لكم من تاني من داخل التكتيك زي ما انتم شايفين. وكالعاده تكتيكنا النهارده اللي مش هيعتمد على عقليه واحده، يعني هو التكتيك تمركزاته وارقامه ثابته مع العقليات كلها، يعتبر عقليه التمريرات او عقليه الاجناب التكتيك ده قوي جدا معاها، وايضا التكتيك ده قوي جدا مع خطه التسديد عن بعد. يبقى احنا كده معانا ثلاث عقليات للتكتيك ده، وهو التسديد عن بعد واللعب على الاجناب وايضا التمريرات. ده بالنسبه للعقليه اللي الناس كلها بتلعب بيها، بتلعب مثلا 4-4-2 بيه هتلعب تمريرات اكيد، بتلعب 4-3-3 فانت هتلعب على الاجناب، بتلعب 4-5-1 فانت هتلعب تسديد على المرمى. فبالتالي ده العقليه المناسبه لكل خطه زي ما انت شايف. التمركزات ده يا باشا اللي فيها اختلاف شويه، يعني انا هنشرح تمركزات وهنرجع نقول لك على تمركزات تانية خالص في حاله يعني مختلفه خالص عن الحاله
عن الحالة الأولانية، فزي ما أنت شايف الحالة الأولى اللي هي الهجوم فقط، والوسط هيساند دفاعك والدفاع هيكون هجوم الظهرين. دي الحالة الأولى للفريق بتاعنا النهاردة. هتقول لي طب إيه أستخدمها إمتى دي؟ هقول لك بص يا سيدي، أنت أضعف أو مساوي أو أقوى استخدم التكتيك ده وما تقلقش، قوي جدا جدا جدا. طب لو أنت أقوى وحابب مثلا إن أنت ما ترجعش وسطك يساند الدفاع، هقول لك يا سيدي سهلة، أهو هتضغط هنا والبقاء في محله، بس كده. هو ده اللي أنت هتعمله، هتخلي هجوم الظهرين بس وتثبت باقي التمركزات لو انت اقوى من خصمك ومش حابب ان انت ترجع الوسط بتاعك يساند الدفاع. دي الحالة الوحيدة اللي انت تستخدمها بس. دلوقتي خلصنا من التمركزات، نروح للرقابة ايضا. اللي زي ما انت عايز تعمل اعمل، يعني هتقول لي يعني ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك يعني بص، عايز تعمل دفاع منطقة اهلا وسهلا، عايز تعمل دفاع رجل لرجل فاهلا وسهلا، يعني الاثنين قويين جدا مع التكتيك ده. هتقول لي بس اكيد في اختلاف، هي من الدنيا مش ماشية كده. هقول لك طبعا كل حاجه ليها سبب، واكيد انت مش هتعمل دفاع رجل لرجل غير لما تبقى حاطط 4 قلوب دفاع في خط الدفاع ورا. يعني مثلا عندك مشكله في الاظهره بتاعتك، الدال يه والدال شين، ما عندكش واحد منهم او كلام من ده، وحاطط مكانه قلب دفاع او اللي هو الدال واو. ففي الحاله دي اعمل دفاع رجل لرجل ومفيش اي مشكله، عادي جدا. لكن لو انت دفاعك كامل والاظهره عندك موجوده وكل حاجه، اعمل دفاع منطقه ومسات التسلل، لا وباذن الله هتفوز بالبطولات كمان مش بالماتشات المهمة بس. فتكتيكنا اللي معانا هيبدأ بالتوازن 55، الهجوم اللي هيبقى 65، وإيقاع اللعب اللي هيكون أيضا 55. رنجنا النهاردة من 55 لحد 59، ما توصلش لحد 60 أبدا. ونفس الكلام عند إيقاع اللعب من 55 لحد 59، والعقلية اللي هتكون من 60 لحد 65. يعني النهاردة معانا من 55 ل 59 اللي هي الضغط على الخصم اول واحدة، وايقاع اللعب اللي هي اخر واحدة، انما اللي في النص اللي هي العقلية دي هتكون من 60 لحد 65، عشان احنا عايزين نهاجم، عايزين نسجل، عايزين نحرز اهداف كتير. قطع الكرات اللي هيبقى عنيفة على طول، ما عدا اذا كان الحكم لونه احمر هترجعه وتخليها مقبول. يعني لو رحنا للقاء ده مثلا الحكم لونه برتقاني اهوت، ففي الحاله دي اعمله عنيف عادي جدا، مفيش اي مشكله. ولو حابب ان انت تتفادى حتى الانذارات والكلام ده لو انت اقوى من خصمك، اعملها مقبول، مفيش مشكله، انا عاملها مقبول عشان خاطر زي ما انت شايف انا اقوى من خصمي بكتير، فبالتالي انا بلعب 4 4 2 بي وهكتسح خصمي باذن الله بالخطه دي. وسطي هيساند الدفاع وهجوم الظهرين، هعمل له دفاع منطقه والتسلل لا والتكتيك زي ما هو مظبوط كده، وباذن الله هكتسحه بنتيجه كبيره جدا جدا جدا. سيطرت على الدوري الكندي بهالاند ومبابي ليفاندوسكي وكريستيانو رونالدو، يعني سيطرنا على الدنيا كلها في الدوري الكندي. فاتمنى ان انتوا كمان تسيطروا على البطولات اللي انتوا فيها وتستحوذوا على المدرب الافضل. عايز اشوفكم اساطير باذن الله مع التكتيكات المرعبه دي. فعايز اشوف برضو اللايك تحت، يعني كسر دماغ اللايك، عايزك باذن الله ما تفوتش زرار اللايك الا وتكون ضغطت عليه واشتركت في القناه لو انت اول مره تتفرج علينا. واشوفكم فيديوهات جديده اقوى واقوى باذن الله. سلام عليكم.